واحد جوج وهذا هو اول فلوق بعد ما تحبست ليا القناه ديالي من الادسنس ومن الربح. وهادشي ما كيعنيش انني غنوقف على لي فلوق، بالعكس غنزيد نكمل وان شاء الله القادم احسن من جيم. انا اصلا ميس، انتما خصكم ديروا المسابقه باش تولوا ميس، ولكن انا بلا ما نحتاج التفاؤل 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 والعزيمه والاصرار والحاجه اللي كتبغيها تقن فيها والدفاع اي حاجه كتعجبك، هادو اهم الحوايج اللي كنهضر عليهم دائما واللي دائما كنبقى نعاودهم ونقولهم واللي عليهم جيت اليوم. وهذا كبير هذا انني نتلاقى مع سي يوسف. تحيه للناس عبدا، واه وصا عارفيني انا شعلت عليك الموت على الشعب. واه مكرهناش والله ما كرهناش شحال هذا حسين 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 واخا مشاق السفر ولكن هانيه قبل النهار هذا ماشي مشكل صراحه. درت داكشي زوين من داك الشهر الربيع وحق الله، وملي تلاقيت جوج ديال النجوم اللي هو نسبه فايف ستار وعاد صراحه فرحان بزاف. صافي لا فامي، اول حاجه كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفلوق جديد ومدينه جديده اللي مدينه الدار البيضاء. اليوم كاين الفينال ديال الكاستينغ اللي كدوز ديال لي توب موديل ديال المغرب، وحنا حاضرين في مجمع مشتركين وغنعطيكم بعدا نظره خفيفه لاخر داكشي اللي كيدار الاخر اللي غتبدا المسابقه. ماما خليكم مع كلمه من عند تيتيز ديال الدار البيضاء بالضبط مكنين. اوه ليه ضروري دير شي لقطه ماشي هي داك شكون حط هاد الكيسان شوف هاني انا نجيب كرسي اخر ماشي مشكل ثاني دايز عواش ما دايز عارف لي انا كيدير. المهم راه نسيت البوله طافيه تا هي هاني تا هي ياك صافي صحتي. مرحبا سيما الاخت مني ان شاء الله اخت مصدومه هذا مسكينه ما فهمتش والو باش اتم انا في الجو واه انا جاني الجو شنو ربحت نشري لك داكشي اللي بغيت دجاج مشويه حوته ما عنديش مع تاكو سباني ها؟ واش بغيتي؟ واش مسلوية؟ خويا ما دوش معايا خويا راه طالع واش مسلوية؟ جاتني كي لخلع كي لفقسة كي لا شي حاجة مفضل كان بريبة خويا اش غنقول لك جاني جوع خويا جعت عندنا السردين مقلي بغيت؟ صافي مرحبا والله ولدي ربحي كان صيفط لك عطون ديال السردين من الاسود بالضبط تيتير ديال اسمي اللهم بارك عندك نتك حشم والو الله 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 فين كمان بارجليك فين مرحبا من هنا كازا انت كازا كازا مرحبا من سكازا يا فين يا اختي وجدة فين وجدة سالي سالي لا قولها بالدارجة ليش سالي السلام عليكم سلام عليكم تحياتي انت الشمس تحياتي عليكم السلام ترى هادو راه غامين يا شوي انا كاين هاد الناس متبتين كوين كوين بالله كوين عافاكم بغيتكم تقولوا لي كي جيت راه ما عجبنيش راسي بغيت نحط لهم الرقم ديالها ونحطها لكم فاش تكون داخله وقولوا لي نتوما يا كل واحد انا ما عجبنيش راسي ما عجبكش راسك وانا عجبتيني الوليده اللي كنت كتشوفيني انا لقيت الشريكه ديال الحياه ديالي ان شاء الله غنجي نتعرف في كازا بلانكا. شكون مولاي انا ما عجبنيش محمد دلال تعطيوك هذا الفورير كامل تعطيوك الله يقابل لا لا عطاولي على حسب سميتي هو هذا الشيء واو عطيني شنو سميتي ميس انا هو ميس انا اصلا ميس انتم خصكم ديروا المسابقه باش تولوا ميس ولكن انا بلا ما نحتاج اليوم حاضرين غير الطوب موديل صراحه
كاملين شي حاجه صداع. تبع الفيديو حتى الاخر باش تعرف مشاركين كاملين واه الدراري ال20 بعدا ديال اسفي كازا دوني عاوتاني عاوتاني لي عاوتاني من بعد قليل غادي يبداو دابا المتسابق غادي يدخلوا واحد ورا الاخر وغادي نصوروهم كاملين وغنشوفوا داك الشيء. وتحيه زوينه للناس الزوينين الميكاب ديالنا تبارك الله عليه توفيق تبارك الله عليه اش خولة اي خولة حتى هي لان تبارك الله عليه من الاخر كنا معاه اليوم تبارك الله عليه الميكاب من عندي الميكاب طلعت فيه الانيفه القاليه طلعت فيه تهلاي فيا راه غندير البلوغ ماما خلي لكم الانستغرام ديالهم تامل مرحبا بك واحد جاب وحدين ناس زوينين كازا الله عمرها دا وحق الله احسن ناس. حاليا اخر تحضيرات دابا كتم على اتم واجب مع خصوص اخر تحضيرات اللي كنوجدوا ليها باش ان المتسابقين نبداو يخرجوا غادي نخرج على برا وغادي نعطيكم لقطه زوينه لا شوفوا القضيه كيفاش دايره برا واللي غادي يبدا الفيديو ديالنا. تصاميم المصمم حسين دربان المعروف بتصاميمه المتجددة والراقية التي تتميز بلمستها الخاصة وذات الجودة الرفيعة لكل النساء والرجال. شكرا نخليكم دابا مع التصاميم ديالي.
Thank you.
التي تتميز تصاميمها بلمستها الخاصة وأيضا العصرية لكي تناسب الحياة اليومية وأيضا العملية. شكرا، خليكم دابا مع التصاميم.
المهم لي كونديدات دازو كاملين كما شفتوا، واخا ما كتبش انني صورت تقريبا كل شيء حيت نظرا بزاف الظروف ونظرا لانني احمل هذا الباج اللي خصني ندير نقضي بزاف الحوايج، يعني ما يمكنش غادي نبقى نصور. المهم حاولت انني ناخذ الماكسيموم ديال الفيديو لكاع المشاركين اللي مشاركين والمشاركات، تبارك الله داكشي كان واعر طوب صراحه، داكشي داز من داكشي رفع. تحياتي لاي واحد سهر على هذا الحفل، تحياتي لاي واحد كيامن بالقدره ديالو وعنده الحياه وعنده الامل والتفاؤل، واللي اهم حاجه كنهضر عليها دائما التفاؤل 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 والعزيمه والاصرار والحاجه اللي كتبغيها تقن فيها ودير فيها اي حاجه كتعجبك، هادو اهم الحوايج اللي كنهضر عليهم دائما واللي دائما كنبقى نعاودهم ونقولهم واللي عليهم جيت اليوم. وهذا هو اول فلوق بعد ما تحبسات ليا القناه ديالي من الادسنس ومن الربح، وهادشي ما كيعنيش انني غنوقف على لي فلوق، بالعكس غنزيد نكمل وان شاء الله القادم احسن من اللي فات. المهم نكملوا الحفله بعدا، اهلا نهضروا ثاني.
ما كانش امين 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 احسن امين في العالم وحنا وقت الاكل والان حنا وقت الاكل مسيتش بحال الحاله ديالي احمد خوك تبارك الله شكي شحال من تليفون اسبيتو نادي تاع اللي علق وحق الله ما يعرفوني في ساكن تبارك الله اش من ما عندك ما تليفون انتوما لاباس اولاد الناس والله الا نسكاز الدرافات شحال من تليفون طاقوا فيا ما خافوش نزيد الاسم ولا حاجه قلبوا عليا وش العيبه ما خفتوش هانية الله يرضى عليكم يلا كثر من تاني عطر ليمون هاك 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 الصراحة ما نكذبش عليكم داز احسن نار فينا في الطومة خيح امين لا ما تدير والو اه يا تم بغا ندور الكاميرا لا ما كدورش راحت عندي داك الشيء لا لا ما يمكنش نمشي ناكل كان سالي مرة الكرش اللي نكملوش كنت ثاني نار كبير هذا اننا نتلاقاو الفنانين علي مريم تبارك الله الحسين لأن الفنانين سناء الطاهري ونور الدين مرزوق بروفيوس ترجمة
الحب دور 2021 هي ملك مراوي. علي ملك كنهنيو اللي نجحوا في اللقب، كنتمنوا لهم مسيره موفقه في الحياه المهنيه والشخصيه ديالهم، كنتمنوا ما تكونش هذه هي الوقف ديال المشوار ديالهم ان شاء الله. واحد جوج ثلاثه اوه.